ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. موقع جواهر الشروق يطلق مسابقة وطنية بمناسبة الشهر الفضيل ليأخذكم في رحلة دينية إلى رحاب القرآن الكريم. خلال الرحلة سوف تكتشفون الدرر الكامنة التي اختارت تجارة رابحة مع الرحمن، والتي ستتوج بلقب جواهر القرآن وتفوز بجوائز قيمة: رحلات عمرة، أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية ومفاجآت أخرى. هذه المبادرة برعاية. للمشاركة في المسابقة يرجى إرسال البيانات الشخصية عبر البريد الإلكتروني للموقع جواهر الشروق @yahoo.com. للمزيد من التفاصيل زوروا بوابتنا الإلكترونية www.ashurooqonline.com. حظ سعيد للجميع.